غير المقاطعات حوالي 10 ملايين ساعة. المداخيل بالعملة الصعبة هي 1200 مليار، 1200 مليون دينار. كان نقراو داخل الأرقام هذه نقيسوا نسبة النمو نتاع زوار تونس مقارنة السنة الفارقة والسنة 2010 اللي هي السنة المرجعية، نحن هذيك هدف تاع الرجوع للأرقام سنة 2010، نلقاو أنه في خلال العشرين الثانية من شهر جوان تجاوزنا أرقام 2012 في 3.4% على عدد السواح، وكذلك في أول العشرين منذ ابتداء السنة تجاوزنا في المداخيل بالعمر الصادر 0.2% من المداخيل. لازال الرقم اللي حصلناه لم يبلغ الاهداف بتاعنا بتاع 2010 في العدد السواح، مازلنا ناقصين 10.8% في عدد السواح بالمقارنه بسنه 2010، وفي المداخيل اقل 5.6%. كان نقيسوا تفاعل هذا الرقم هذه بالمقارنه بالبلدان، شنو البلدان قاعده تتفاعل مع الرقم هذا، نلقاو نسبه هامه جدا مع السوق البريطانيه، السوق الالمانيه، السوق الروسيه كذلك، وكلها نسبه مقارنه ايجابيه مقارنه بالسنه 2012 والسنه المرجعيه 2010 بسبب هامه جدا. معناها بريطانيا معناها نسبه النمو تفوق 27% بالمقارنه 2012 وتفوق 16% 2010، وكذلك السوق الروسيه نسبه النمو اكثر بكثير من هذا. السوق الوحيد لا تزال تمثل تخلص هي السوق الفرنسي. هذا يجعلنا نأكد أكثر على الترويج والقيام بحملات ترويجية إضافية على السوق الفرنسية لمحاولة لاستدراك التأخر في الحجوزات على السوق الخارجية. احنا مطالبين باش نعملوا أكثر بريبورتاج اللي يوريو تونس كيما هي. بكل صدق كل شيء، وهذاك هذاك 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 الساس، خاطر كل انسان يغزر من اونجل معين، احنا نوريو تونس باشمل ما بكفاءه مساو، نوريو مساو تاع ايجابيات، نوريو ايجابيات، نوريو واش كانش ايجابيات ونخليو سبيل كيما هو. جو بونس هذيك هي السبب، هو لازم نكونوا مصداقيين، نعطيو نتواجدوا على الاعلام بطريقه الكثير من المصداقيه، وهذاك اللي يثبت. عدم وضوح الرؤيه معناها السياسيه وقت الانتخابات وقت اللي اثر عليها على قدم السياسه؟ اثر احنا الحقيقه خلينا ننطلق منذ 13 بطريقه باهيه، هي وضوح احنا قلنا باش يلزم انتخابات تصير من اخر السنه، لازم الدستور يحضر، لازم نحضر تشكيل حكومه جديده من اخر السنه. كان عنده اثر كبير ياسر، انا كل ما نتعلم ولي بارتنير تاع تونس في الخارج، هذايا رؤيه جهه.